احنا كان بقالنا كتير ما عملناش الالبوم من اخر البوم بتاعنا، فقلنا الكومباك لازم يبقى على قد يعني جمهورنا وعلى قد الكومباك. فحسن النص الحاجات هي احسن كومباك نقدر نيجي بيه. مكتوب عليك نص الحاجات، مكتوب عليك نص العام، مكتوب عليك نص السكات، نص العياط والهمهام، مكتوب عليك نص انبساط متبقي من نص دراما. بعد فترة طويلة من الغياب بيعود مسار إجباري بألبوم جديد علشان يقدم لجمهوره المزيكا المختلفة والمميزة اللي دايماً اتعود عليها. قعدنا فترة طويلة قوي عشان احنا عايزين نعمل اللي احنا بنعمله، مسار إجباري بيعملوه المختلف شوية بس بتطور، صوت جديد شوية، المواضيع تبقى، الكلمات تبقى أسهل وأقرب للناس وكده. فحالياً عملنا 5 أغاني فيهم 2 دوات. تبص بطة عاللي فات كم نص زمان، كناش يعني حابين ننزل حاجة غير لما تبقى كاملة وصوتها كويس. احنا ناويين ننزلوا سنجل. لسه الدنيا فيها حاجات، حنقال كتير حكايات. أغاني مسار إجباري دايما مختلفة وليها طابع مميز، والسبب في ده هو تيمة التراكس وطريقتهم في اختيار الكلمات والألحان. عارفة لما تلاقي رزق، يعني تحسي أوقات كده إن في كلمات بتيجي مع لحن، بيجي مع تخيل في الدماغ كده، بحس إنه اللهم لك الحمد والشكر ربنا جايبها. وأحيانا الأغنية نفسها هي اللي بتفرض كده، يعني الأغنية بتلحنها بصوت صوتها هو اللي بيفرض إنه ممكن يعني حد نستضيفه ويبقى عامل كويس فيها. يعني احنا بناخد قرارات على اساس المزيكا اللي هتتلعب، ان الاغنيه دي حلوه تتلعب مع كذا، حلوه يبقى فيها صوت تراب، حلوه يبقى فيها صوت مهرجان. مش ما بيبقاش قرار عشان هي موجه ماشيه فاحنا نمشي مع الموجه. مش بس كلمات مسار إجباري هي اللي ليها طابع مميز، بس كمان مواضيع الاغاني اللي بيختاروها بتخليها اقرب لقلب الجمهور. جاي من مجرة تانية. أولا الاجتماعيات ما بين الناس، الحاجات بتاعت سيد درويش دي اللي هي المصري دي، عارفها. الحاجات التانية النفسية، اللي هو واحد بيكلم نفسه أو واحد عنده عقد معينة بنحاول نكبرها شوية ونطرح الفكرة دي، زي فكرة شيروفوبيا. افتكر لو بنت صوتها ممكن يبقى ناعم شويه، افتكر لينا شماميان مثلا صوتها جميل، من احد الناس اللي انا احبهم جدا، صوتها جميل يعني.